بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا عن غير بعض الشيء الطويل بعض الشيء. اليوم سوف أقدم لكم الشيء حول لينكس، بعض الشروحات حول نظام لينكس، والشيء حول نظام لينكس أو المعروف أو ما يقال عنه أنه نظام لا يمكن استخدامه إلا إن كنت محترف في استخدام الأنظمة، وهو نظام خاص فقط للهاكر. وهذا شيء أو ما يقال حوله ليس صحيح، وإنما لينكس هو نظام مثله مثل نظام الويندوز أو نظام الماكنتوش، يمكن استخدامه ويتوفر به توزيعات حسب التخصص. الذي تريده يوجد توزيعات خاصة بالاستخدام اليومي، أي المستخدم العادي يمكنه استخدام لينكس كنظام أساسي على جهازه دون أي مشكلة. وتوجد بعض التوزيعات، منها التوزيعات العلمية للدراسات الجامعية ما يحتاجها الطالب أو الطلاب الجامعيين، توجد كذلك توزيعات خاصة بالأمن والحماية، وهي خاصة بتجارب الحماية والاختبار الأمني بالنسبة للأنظمة وغيرها مثلا المواقع والسيرفرات. توجد كذلك توزيعات تصميم وتحرير الفيديو والصورة، توجد توزيعات خاصة بالأطفال، وكذلك توزيعات خاصة بالألعاب. ما يعني أن لينكس ينقسم إلى 6 أنواع من هذه التوزيعات، بكل منها تخصص خاص به. أما لينكس فيبدأ من المبتدئ إلى المحترف. من أراد أن يبدأ في عالم لينكس وينضم إلى استخدام نظام لينكس، فعليه أن يبدأ بالتوزيعات البسيطة أو التوزيعات المشهورة أو المعروفة التي يستخدمها الكثيرون أو المعروفة بالنسبة للبعض، ويبدأ مع النظام. سوف نتعرف على توزيعات الشائعة أو المعروفة في عالم لينكس التي يمكن استخدامها أو يمكن المبتدئ استخدامها. منها توزيعات لينكس أوبونتو، وهي توزيعة سهلة وبسيطة ومعروفة لدى الجميع بالنسبة لمستخدمي لينكس. لو بحثنا عنها نجد أن الكثير يستخدم توزيعة الأوبونتو، وهي خاصة للمستخدمين الجدد، يمكن استخدامها بدون أي مشكلة. فيها الكثير من الواجهات، وقد شرحت بعض الواجهات، وأنا الآن أستخدم واجهة سينمون، وهي واجهة بسيطة وجميلة جدا، يمكن أن تتعرف عليها في الدروس المقبلة إن شاء الله. كما كنت أقول أن الأوبونتو يحتوي على كثير من الواجهات، وبه بعض الخصائص أو بعض التوزيعات الخاصة، مثل التوزيعات الخاصة بتصميم وتحرير الفيديو والصورة. لو بحثنا على التوزيعات أو المفضلات في توزيعات الأوبونتو، نجد منها بعض التوزيعات أو التوزيعات الخاصة ذات واجهات متنوعة، مثل أي توزيعات لينكس. منها توزيعات الأوبونتو الكيبونتو وغيرها من التوزيعات الأخرى. هذه التوزيعات التي أتحدث عنها هي توزيعات الأوبونتو ستوديو، خاصة بتحرير الصوت والصورة أو بتحرير الصوت والفيديو.
يمكن استخدامها للمحترفين أو غير المحترفين في تحرير الصوت والفيديو. لو أردنا أن نتعرف كذلك على توزيعات خاصة بالعلمية نجد كذلك فيدورا تقدم لنا الكثير من التوزيعات، مثل التوزيعات العادية والتوزيعات المخصصة في الدراسة الجامعية أو العلمية. لو ذهبنا إلى البحث عن توزيعات خاصة للمستخدم العادي نجد أن لديها 5 واجهات أو 6 واجهات، كل منها لها نكهة خاصة بها، وهذه الواجهات مخصصة للاستخدام اليومي، أي أن أي شخص عادي يمكنه استخدام توزيعات توزيع من توزيعات لينكس المخصصة للمستخدم العادي، وكذلك بها بعض التوزيعات الخاصة ب العلوم مثل التوزيع الفلكية كما قلت، توزيعات خاصة بالروبوت، توزيع ساينتيفيك، كذلك توزيع خاصة بالأمن والحماية، وتوزيع خاصة بالجرافيك أي تحرير الصور والتصميم وتحرير الصور وغيرها من التصميمات الجرافيك. هذا ما تحتوي عليه توزيعات فيدورا بها الكثير من التوزيعات الخاصة. لو عدنا إلى التوزيعات الخاصة بالأمن والحماية أو اختبار الأمن والحماية نجد المشهورة والمعروفة هي توزيعات الكالي لينكس، وهي معروفة لدى الجميع، يستخدمها الجميع، وجاءت الكالي هي في المرتبة الأولى بخصوص التوزيعات الخاصة بالأمن والحماية، يستخدمها الناس خاصين في أو متخصصين في اختبار الأمن والحماية. وتوجد كذلك توزيعات البارود، هي كذلك توزيعة مختصة في الأمن والحماية، وكذلك توزيعات سيبورغ، هي كذلك متخصصة في التجارب أو الاختبار الأمن والحماية. يمكنك الاطلاع عليها والتعرف عليها من قرب، وقد شرحت كيف تثبيتها فراغ سيكوريتي، هذه توزيع الفراغ والكثير من التوزيعات الخاصة بالأمن والحماية. يمكنك الاطلاع عليها والبحث في المحرك البحث جوجل كي تتعرف على التوزيعات الخاصة باختبار الأمن والحماية. أما بخصوص توزيعات الأطفال سوف تجد كذلك، لو بحثت عن التوزيعات الخاصة بالأطفال في جوجل سوف تجد منها بعض توزيعات الشوبر وغيرها من التوزيعات الأخرى، أو توزيعات الألعاب فهي ليست بكثيرة، لكن
خاصة بالألعاب. تعرفنا اليوم على نظام لينكس أو نوع الأنواع المتوفرة بالنسبة لنظام لينكس، وهي 6 توزيعات خاصة لكل منها عمل خاص بها. وسوف ألقاكم في الشرح القادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.